العبار السلفية حني واسي ناعسي من حنتي في سجن قاسي فارقت طعم النعاس في سجن طهران الجنوب الهم عندي جالسي ودمعة عياني تلين كل من له قلب قاسي من باطل أصحاب الكراسي والشوش والحابسي واللات ما وطيت راسي لو توطى كل راسي والشوق للأوطان شقت كل شامخ مروسي وكل ملاسي تدبه دق لا عند الأساس كلمات سجين ظهران الجنوب صدام حسين عطل الجميزة من أهالي مدينة الشرق عزلة الجميحة وادي رماع السلبية محافظة ذرات القصيدة رسالة للقيادة السياسية ومشايخ وأعيان بلاده في اليمن لحل قضايا السجناء اليمنيين في المهجر يلحنها فايز ابو شمس عزفاء ابو خليل عبد الرحمن رايق حازبي تسهيلات الفايز ابو شمس الدمار خطر حدا جوار مبنى المحافظه قد ضاقت انفاسي ونام
السجن من ضيق ناسي وقال يا صدام صبرك تالي الصبر النفس من ضحكة الواشي وقهر السجن قد قلبي قوسي واحتلت القلب المعاسي ردت خط التماس يا جبال السلف يا حني وواسي لعسي من حنتي في سجن قاسي فارقت طعم النعاس سجن ظهران الجنوب الهم عندي جالسي ودمعة عياني تلاين كل من له قلب قاس من باطل أصحاب الكراسي والشوش والحابسي ولا فيما وطيت راسي لو توطى كل راس شوق للأوطان شاقة كل شامخ مروسي وكل من لاسي تدبه تدقل عند الأساس أو شوق مجبر من فراق الخل عدو معرسي أو مثل من مخطوم من أم حالته كربه وياس شوقي لعطف الوالدة في دمع هرو اليابسي ورفع كفيها نواصل للدعاء لي بالتناس شوقي على وادي رمع وصير فيها الحارسي واسمع طيور الريف نادت فردت فوق الغراس شوق السمينة دا سمية لا سمية يا إسي والبعد خيم بعدنا نتبادل الشاهد الكاس حييت بالجهم عدد ملعود بوراقه كوسي يا المعدن الأصلي ذهب في خانته ما هو نحاس يا المعدن الأصلي ذهب في خانته ما هو نحاس والله السلام على فلل مبداد مغري هندسي
شيخ المشايخ في باكي للوافية قلعه وساس بلغ رئيس الشعب يطلق أسر غايب مفلسي في سجننا عدلي واسي غير عطفك والحماس في سجننا عدلي واسي غير عطفك والحماس. تواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 7716949 أو 7111504900.